تمام، ننتقل لصورة ثانية اللي هي تغريدة سيد الأسدي في يوم تسمية سوداني مرشح. قضي الأمر الذي فيه استفتيان. كنت حاضر في الاجتماع وقتها؟ اجتماع الإطار نعم. شلون كانت الأجواء؟ يعني بصراحة كنا في البداية قبل أن يعقد الاجتماع كانت الأجواء غير منسجمة تماما زين. وكنا نتوقع يعني هنالك احتمالية عدم الاتفاق. لكن بعد أن بدأ الاجتماع الساعة 1 تقريبا وكان آخر الواصلين الحجة وأسراء والأخ أبو كرار عبد السادة الفريجي والسماحة الشيخ قيس الخزعلي، فمجرد أن بدأ الاجتماع بدأ الحج العامري باعتبار كنا في ضيافته وذكرنا السيدة الزهراء صلاة الله وسلامه عليها، فسبحان الله تغيرت الأجواء. وإذا احنا خلال 10 دقائق ربع ساعة كل المتوجسين من عنده لم يحدث وصار اتفاق. وفعلا أنا أثناء هذا الاتفاق كتبت هذه التغريدة من الاجتماع. يعني هو الأجواء شلون صار الاتفاق على السيد السوداني؟ صار الاتفاق لأنه عندنا أكثر من اسم كانت مطروحة. لمن هذه الأسماء؟ كان السيد السوداني، السيد قاسم الأعرجي، صحيح. السيد علي شكري، أعتقد عبد الحسين عطان، هذه الأسماء الرئيسية التي كانت مطروحة. فرحنا مباشرة، الحج العامري قال كلمة لطيفة. قال إخوان إحنا اليوم جينا. طبعا تدري كنا متوقعين انه الحج العامري باعتبار السيد قاسم الأعرجي مرشح فربما يتبناه. فقال هو عازمنا على غدا، قال اخوان اليوم اذا ما تطلعون منا متفقين ماكو غدا. ففعلا مباشره قلنا بزين خلينا نصوت زين. فانطرح اسم الاخ محمد الشياع السوداني وبدانا بالتصويت. فصوت واحد، صوت اثنين، صوت الثالث، الرابع قال انا ايضا مصوت، واذا الجميع تصويت بالاغلبيه بالاجماع عفوا. كانت جدا سهله يعني، وخلال نص ساعه اكتمل الاجتماع. كانت التزامات ارسلنا على السيد السوداني واجى فعلا الاجتماع في يوم. هل كانت هناك التزامات فرضها لإطار التنسيق على شخص السيد السوداني مقابل تكليفه بالمنصب؟ السيد السوداني اجى حضر الاجتماع، هو كان كاتب ورقه باعتبار اكو حوارات قبل هذا الاجتماع. حوارات حول من هو المرشح، قلت لك كان الاسماء تطرق متعدده. فالسيد السوداني كان كاتب ورقة أعتقد 4 نقاط فيها زين. التزاماته أمام الإطار التنسيقي، هو اللي كاتب ورقة قبل أن يسمع من الإطار، قبل أن يسمع قال أنا هاي التزاماتي أقدمها إلى الإطار. فعلا قريناها شفناها هي تغطي كل المساحة. أتذكر اللي هي شنو مع الوزير؟ أتذكر طبعا اللي تذكر من سنة ونص أو أكثر من سنة ونص. رسم السياسة الخارجية هاي من صلاحيات الإطار. السياسة الأمنية اثنين من صلاحيات الإطار. السياسة الاقتصادية للدولة من صلاحيات الإطار. عد ما ذكر فد نقطة رابعة، قال لأني كلهن أنا ما أخذ بهن قرار منفرد وإنما أعود فيها إلى الإطار التنسيقي. الانتخابات يعني قرار انتخابات؟ لا، هاي الانتخابات خضعت إلى نقاشات. تدري إحنا بعد التكليف في يومها ما تم مناقشة موضوع الانتخابات، وإنما بعدها تدري ورا اختياره بحوالي شهر تقريبا يلا صار التكليف زين. وقبل التكليف إحنا كنا نعقد اجتماعات مع أطراف، بعدين تشكل اللي يسمى ائتلاف إدارة الدولة. صحيح. فكنا اجتماعات يومية تقريبا مع الأخوة الممثلين الحزبين الكرديين ومع الأخوة ممثلي القوى السنية. يعني في يومها مع الوزير ما طلب الإطار من السيد السوداني الدخول معه في قائمة واحدة أو عدم ترشح؟ أصلا ماكو حديث عن الانتخابات اللاحقة. ماكو حديث؟ لا ماكو حديث.